عيبش بويا الله يهديك الله يهديك الله يهديك سلا طراوي مدير الدورة مدير الدورة العاشرة لدوري الأمير مولاي الحسن. كما تشوفوا اليوم وصلت النهاية ديال الدوري ديال كرة القدم بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى العشرين لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن اللي تنظمو الجمعية الرياضية لمشجعي نادي الكوكب الرياضي المراكشي الدورة العاشرة هذه. والفرق المشاركة كانت 16 فرقة على مستوى الجهة، كانت فرقة من قلعة سراغنا، كانت فرقة من شيشاوة، فرقة من الحاوز، فرقة من بنقرير، وعلى المستوى ديال مدينة مراكش، المهم على المستوى كل ديال الجهات ديال مدينة مراكش. واليوم وصلت النهايه اللي توخرات فيه الفريق الوحده الرياضيه والفريق الشروق الرياضي اللي تتمثل مدينه مراكش والفرق والفرق ديال الجهه. اليوم انتم تتشوفوا احتفالات قويه وكاين المناسبه ديال الاحتفال الامير مولاي الحسن، كاين الفنان ديالنا الفنان الكبير عبد اللطيف طاهور والفنان الرابور. وتنشكروا الناس اللي ساهموا معنا في هذا الدوري هذا على راسهم السيده الرئيسه مجلس الجماعي والسيد الواليد جهة مراكش أسفي والناس اللي سبونسور والناس الفعاليات ديال مدينة مراكش ككل والناس المؤسسات المنتخبة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الكريم. نحتفي اليوم بالذكرى العشرين لميلاد صاحبي السمو الملكي الأمير جليل مولاي الحسن، وهذه الذكرى تجسد أروع صور تشبث الأمة والشعب بالعرش العلوي المجيد. فتنظم الجمعية الرياضية لمشجعي الكوكب الرياضي هذه المناسبة في دورتها العاشرة، حيث تجمع جميع الفرق من منطقة الحوز وعن ولاية جهة مراكش أسفي. ويتبارى خلال هذه المناسبة الجميلة والجليلة 16 فريقا أسفرت عن نهائي يجمع بين فريقي الوحدة الرياضي من الدوديات وفريق الشروق الرياضي من المحاميد. ولا زالت المقابلة مستمرة في شوطها الأول حيث ينتصر فريق الوحدة الرياضي بواحد الصفر. شكرا على تفاعلكم الإخوان الكرام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.